نبدأ كما أيضا بالتطورات الميدانية في الضفة الغربية. نتحدث عن 3 شهداء في منطقة الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، آخرهم شهيد في بلدة بيتريما إلى الشمال وشرق مدينة رام الله، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة بيتريما لتنفيذ حملة اعتقالات ينفذها الجيش الإسرائيلي في كل يوم وفي كل فجر. هذا الشهيد أصيب برصاصة أدت إلى استشهاده بصورة واضحة وسريعة، وأيضا أصيب 11 فلسطينيا نتيجة الاشتباكات التي وقعت في بلدة بيتريما. إضافة إلى ذلك، في بلدة طمون رماح اقتشاط شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرين جراء اشتباكات واندلعت بين الشبان الفلسطيني وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. إضافة أيضا إلى مخيم عسكر تم تفجير منزل الشهيد حسن قطناني بعد اقتحامه وزرع المتفجرات. القوات الإسرائيلية كانت اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وبعد ذلك يعني حصلت اشتباكات أدت إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 9 آخرين. بكل الأحوال نتحدث عن واقع صعب، نتحدث عن ربما اشتباكات يعني مستمرة بين الفينة والأخرى تحدث بين الشبان الفلسطيني وبين الجيش الإسرائيلي المقتحم. ولكن اللافت أيضا بيان للجيش الإسرائيلي، فعليا قال بأن قواته هاجمت 450 هدف، بمعنى أن هناك 450 غارة وقصف مدفعي شن على قطاع غزة هذه الليلة وأسفر عن شهداء كثر. إضافة إلى اعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي وجندي أيضا خلال المعارك الدائرة في منطقة حدود قطاع غزة جراء أيضا تصدي المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية للقوات المتوغلة والتي تحاول التوغل إلى حدود وأطراف قطاع غزة. بكل الأحوال هذا اليوم سيصار أيضا إلى تشييع جثامين الشهداء 3 في بلدة بيتريما بعد صلاة الظهر، سيصار إلى تشييع جثمان الشهيد من عائلة البرغوثي الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي.